سحابي قال الإرادة سلمان الفارسي. سلمان كيرير فارسي أها سلمان منا أهل البيت نبي قير صلى الله عليه وسلم قف كستا قف بو شاكتي سلمان رير فارس أيو أها بعدما فارس أو كيمت أي إلى سبحانه وتعالى همانكي هداية أو قلي مقالة مدينة أو كسو قاري مقالة مدينة إهل إيدتكو ملها قف كستا كيسي إهل كيسي أيو شاكتي وحورا أيو تيري سلمان مركزو نبي قير سلمان منا سلمان أنا قول نقا مدية هاي أهل البيت أهل البيت كأيو كمدية هاي نبي قال سيدا دعي قصتنا قصة ذين هذه أمدان هي أيضا قصة الساعي بارباره إيراد راديه قصة ذي سواي وراء الحقيقة حقيقة قداش إذا نكي دب سعدي الباحث إيرادنا عن الله عن دين الله دينك إلهي كي راذنا أيان كشكينا وقصة سلمان الفارسي سلمان الفارسي قصدي رضي الله وأرض عنه وأرضاه إلهي هك الراد النقض الله نرالي قلي إيفل نترك أن أطلعنا لسلمان نفسه نفس دي سأل مجالا بوس كان أقبحنا ليروي لنا سئو نغسو تبيو أحداث قصته قصدي سيقول عظيم قصدي سيقول عظي أساقان أضافي نوايا فشعوره درين كيس بها قصد أي أعمق حيل دير وروايته ورنتي صلها قصد أنوس وريو أي أدق وأصدق أيضا رم بضن أؤدي آد أقيم بضن قال سلمان سلمان وحو يري كنت فطن شاب أيان أها فارسيا رير فارس أهو من أهل أسبهان قبيل كأسبهان لده أهل كذا كبر شيء من قرية قرية أيان دقنا يقال لها ليرهد الجيانة قرية جيان لده أيان دقنا وكان أبي أبه وحو أها دهقان القرية قرية الرئيس كذا أيو أها وأغنى أهلها أهل كذا كان أقدرا غنى حق التاجر نمضى أيو أها وأعلاهم منزلة حق شرفت متك أقصر أيو أبه أها بوضعي وكنت أحب وحالو قجع على خلق الله إلهي خلقي جيس إلهي أبه حقي منذ ولدت لقبل مركي لا يطلعي أنا أدو إجعله وكنت وحان أهابو داي سلمان أحب خلق الله أون إله أما أبور إله كلو جعل يهي إلهي آبي حقي سمنذ ولدت لقب الله وقتي لي دلي ثم كبعد ما زال كمزل حبه جعل كي سلي أن أؤيقبو يشتد إن أكانيسو ويزداد إي كزيادي على الأيام ما المها كالكوركودا حتى حبسني إلا أغشري آبهي في البيت قريقا خشية أسقو إي عبسنايا علي كوركيقا كما سيدي تحبس الفتيات قبلها الله حبس وكالي سيدي قبلها مقبية الله قد لغا أوكالي وأني إي مقبية بوضاي آبهي وقد اجتهدت وحن كد ذالي بوضاي في المجوسية دينت مجوسة دينت عبود جرين ونارت ودبك أما قرحنا حتى انتي غدوت أن أهاذيب يرقيم النار متك دبك الله مامولي قيم النار متك دبك ما التي كنا نعبدها متك قيم كوئه مامولي دبك التي كنا نعبدها إن عبود جرني وأنيط بي أنا قال إي وكيلي بو يري أمر إضرامها هوريتانك يشريتانك الله هوري أرنتي ذا حتى لا تخبو سيسن أد من ساعة هل ساعة في ليل أو نهار إلى إله العبد واي دبك سا إله العبد سيئو صندقي قدنا أد من أنا مركز إنان هوري ليت لسارتي وكان لي أبي أبهي وحا أسونا ضيعة شق عظيمة أوين أو تدر علينا نقصو قلا غلة كبيرة بقال وين وكان أبي أبهي يقوم وحو استاقاي عليها هوشا حق إذا ويجني غلتها وحن مرول بقراي وكد ذالاي سيء بضن لهيد وفي ذات مرة مر مرك أصاحبك أشغله وحكم مشغولي عن ذهاب آذدي إلى القرية قرية أو آذاي شاغل وحكم مشغولي فقال وحو إير يا بني ويلكي جيو إني أني وقد شغلت وان كم مشغولي عن ضيعة شقذي بما ترى وحن أدركي سان أغم مشغولي فذهب إليها بحذيها وتولى اليوم ما أنت إيجا ولي نقعني حقيقة شأنها حالة ذا فخرجت وان صوب حيبو يري سلمان أقصد أنيغو أسو قصدايا ضيعتنا بيرتني أما شقذيني وفيما أنا أنيغو في بعض الطريق مرايا مررت وحن بصام ريبو يري بكنيسة كنيسة ومن كنائس النصارى
نصارى كنيسوينكودا كميت اه فسمعت اصواتهم عدكودا ايان مغلي فيها كنيسة دحذيذة وهم ايقو يصلون تكنايا فلفت ذلك و ايش اوي شي حق هذا او حان اللي حيي انتباهي درينك يقو دنبا برارو جيجي يقدن كنيسة دنسيي لم اكن من اهم بوير اعرف شيئا مت شي كأوك من امر نصارى نصارى امر كذا او اما سي امر غيرهم غير كوذا امر كوذا من اصحاب الادياني دينياش ضدك اصاحيبك وحبك مؤقين لطول ما ديران تذا حجبني ابي ابهي او ايجا حجبي عن الناس ضدك في بيتنا او قرينا نوحا بسي درتيد ايا نؤقان واي فلما مركي سمعت ان مقلي اصواتهم عدكوذا دقلت عليهم وان اصوغالي لأنظر إن أنفيريان كنيسدي أصوغ لي ما يصنعون وحي سمعينيان فلما تأملتهم مركان أكور قلي أعجبتني وحا يعجب قلي سون جعلاضي صلاتهم سلادو ذا ورغبت وحان جعلستي في دينهم دينكو ذا وقلت وحان إري والله الله كرارتي هذا كان خير من الذي نحن عليه متكا كسو غنهي كان وكا خير بضن أنا قد بان عابدنا فوالله أن كرارتي ما تركتهم كمتقن حتى غربت الشمس إلا قرح ذي أي بعضي إلا قرح ذي أي دعضي أي كان لجوغي ولم أذهب مآذن إلى ضيعة أبي أبي ماشو إيدري مآذن بودهي ثم انت كبعد اني اني سألتهم وان ويديي اين اصل هذا الدين دين كان حقي كسو اسكو منطي اي كتمد قالوا حي ايدهم في بلاد الشام شان بلاد دي كتمد واي النبي ياشي هرا ماشي لقصو ديري جيري ولما مركي اقبل الليل هبينك اصوقا بلي عدت الى بيتنا قرقيني ايان كسو نقوني فتلقاني ابي ابهي ايا الى كل مي يسألني أسيقو إوي دينايا عما صنعت وحي أنسو سمي مع صغوة ما أنتو إضاهي فقلت حن إريا أبتي أبو إني مررت بأناس ضد أيان صامر يصلون كنت كان يفي كنيسة دين لهم كنيسة إليهين فأعجبني ما رأيت من دينهم وحن لدعي وحي أنكسو أركو دينكو ذي وما زلت كمنسل عندهم أكتوض إن أنجوغو حتى غربت الشمس إلا قرح ذي أي كدعضي فذعر أبي أبهي ووريري وحناقي مما صنعت وحي أنسميي وقال وحيري أي بني ويلكيجيو ليس في ذلك الدين خير دينك أسقى خيركم السقنا ويدينك ودين آبائك خير منه دين تضحي ستي آبايالك دينك هذا أياك خير بضن ودبك عبدتان كيساء